صدى الشارع. بدنا نعرف ايش اللي عم يصير. ايوه رح تأثر. رأيي ما رح يتغير شيء. طبعا لم تحدث احداث. والله ما بعرف فرق ايش لسه. اي طبعا. لا انا متفق معها 100%. اكيد لا. صدى الشارع. صدى صوتكم. أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صدى الشارع على هوا راديو روزنا، وأيضا عبر خدمة البث المباشر على صفحة روزنا الرسمية في فيسبوك التابعة لشركة ميتا. هذا الخبر الحديث مبارح. أزمة دبلوماسية، واسم الوزير اللبناني والإعلامي الشهير جورج قرداحي يتصدر العناوين، عناوين الصحف، المواقع الإلكترونية، التغريدات، المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته في برنامج برلمان شعب وحديثه عن سوريا ولبنان واليمن. هذه التصريحات اللي أعطاها في البرنامج أثارت أزمة دبلوماسية بين عدد من دول الخليج ولبنان، وانتقادات حادة للوزير اللبناني، وأيضا هناك من رحب برأيه. في حلقة اليوم نناقش معكم أنتم بانتظار سماع اتصالاتكم، لا تترددوا أبدا بالاتصال وإعطاء رأيكم بموضوع النقاش. اليوم رح نناقش ما فرص نجاح الشخصيات العامة والمشاهير في السياسة. هل الفنان والإعلامي والرياضي والمخرج الكاتب المثقف، أي شخصية عامة وذات شهرة، هل لديها ما تقدمه للشعوب عند دخولها للسياسة؟ أنتم تتوافقون مع أنه الأفضل للمشاهير والشخصيات العامة بأن لا تدخل عالم السياسة للحفاظ على صورتها لدى الجماهير، ويخسروا جزء من هذا الجمهور بمجرد اقتحامهم عالم السياسة، أم هو حق وطموح سياسي للفنان والمخرج والرياضي والمؤثر اليوتيوبر ربما اليوم بأنه يدخل عالم السياسة، عنده طموح مثله مثل أي مواطن آخر، وربما حسب البعض بأنه هو قادر بأن يقدم للشعوب وقضاياها ويخدمهم أكثر من غيره، لأنه على التصاق معهم ومعرفة بهمومهم وما يريدونه. بانتظار استقبال اتصالاتكم، لا تترددوا أبدا الحلقة بالكامل لسماع آرائكم. اتصلوا واعطونا رأيكم بموضوع النقاش، هل أنتم مع أن الشخصيات العامة والمشاهير يدخلون عالم السياسة؟ أيضا إذا عندكم رأي حول ما قاله جورج قرداحي على وجه الخصوص اللي انطلقنا من تصريحاته الأخيرة والجدل اللي حصل بعد تصريحاته في برنامج برلمان شعب، انطلقنا بموضوع النقاش اليوم. من تتذكرون، من تعرفون من الشخصيات العامة السورية اللي دخلت عالم السياسة، لم تعطي مواقف سياسية لكن دخلت؟ البعض هنا يتحدث ربما عن جمال سليمان الممثل السوري، عن نجدة أنزور المخرج السوري اللي دخل مجلس الشعب، أيضا هناك فنانين مثل عارف الطويل دخل إلى مجلس الشعب، هناك شخصيات عامة لها آراء سياسية لكن البعض دخل عالم السياسة من خلال المناصب أو التمثيل أو حتى الدخول لأحزاب سياسية. بدي أسمع رأيكم عبر الواتساب، اتصال ورسائل 0-90-35-0-52-38، اتصال أرضي من تركيا 0-850-4-47-65، وعبر السكاي rosana.gzt. إذن الدعوة مفتوحة لكل من يشاهدنا أو يستمع لنا عبر الـ FM بالمشاركة بالاتصال. موضوع النقاش كنا طرحناه مبارح على صفحة وجروب روزنا كافي للتصويت والاختيار بين موضوعين، إما جورج قرداحي مثالا ما فرص نجاح الشخصيات العامة في السياسة، وكان في موضوع آخر أيضا طرحناه للتصويت صراع هيئة تحرير الشام
مع الفصائل في ريف اللاذقية منع كاساته على سوريا وسكان المنطقة. التصويت أفضى بأنه نناقش بحلقة اليوم موضوع دخول الشخصيات العامة في السياسة وأيضا آراء السوريين في تصريحات جورج قرداحي الأخيرة. الآن ريثما استقبل الاتصالات وعند ورود أول اتصال فورا رح ننتقل له، رح أستعرض بعض التغريدات وأيضا المنشورات على فيسبوك اللي اخترنا بعضها وأصبحت الآن أو رح تصبح آش على البث المباشر على فيسبوك. بوب براك كتب: الوزير جورج قرداحي، كتب على الفيسبوك: الوزير جورج قرداحي في السياسة لا يوجد غلطة كبيرة ومسامح كريم، بالإشارة لبرنامج جورج قرداحي الأخير المسامح كريم. بدك تخفف حكي وتضرب فرامات لأنه من وقت وصولك على المطار وبلش معك مسلسل الكلام والأخطاء. البارحة حتى رئيس الحكومة قال أنه رأيك لا يمثل الحكومة. إذن شوي شوي بدك تربح مليون الحزب وسوريا وإيران، وفي إشارة لبرنامج من سيربح المليون اللي يعتبر هو اللي كان البرنامج من أبرز البرامج العربية اللي قدمه جورج قرداحي على محطة MBC. إذن شوي شوي بدك تربح مليون الحزب وسوريا وإيران، ما تخسر مليون لبنان لأنه لبنان الأهم. المسامح كريم؟ لا، المسامح لا يسامح على غلطة على غلطه كل يوم ويومين. المنشور لبوب براك على فيسبوك. في منشور آخر أيضا لمول الشهم بالتعليق على سحب الثقة. البرلمان برلمان شعب هو برلمان افتراضي، برنامج يبث على يوتيوب لقناة الجزيرة، ذكر بنهاية البرنامج، ربما عدد منكم شاهد الحلقة أو عرف ما حصل فيها، الشباب والصبايا الممثلين النواب الافتراضيين اللي موجودين ببرلمان شعب يقررون إما سحب الثقة من الشخص أو لا. الغالبية سحبوا الثقة من الإعلامي جورج قرداحي. مول الشام كتبت: يستحق وبجدارة سحب الثقة، خليك بالبرامج الاجتماعية والثقافية وانتبه أنه التاريخ ما بيرحم حدا. إذا مول ترى بأنه الشخصيات العامة ومنها جورج قرداحي عليها أن تبقى في الميادين التي تجيد اللعب فيها، يعني جورج قرداحي في البرامج الثقافية الاجتماعية أوكي، لكن في السياسة يبدو بأنه وغيرها عندهم تحفظ. حساب اسمه بلاش هري بالمصري كتب: السياسة وخاصة في البلدان دي لعبة معقدة جدا وكلها حسابات بالورقة والقلم وما فيش مجال فيها للمثاليات أو الاستعراض الأخلاقي. التجربة صعبة في السلطة لجورج وغيره من الإعلاميين والصحفيين، بتأكد حقيقة لا تقبل الشك. والكلام لصاحب الحساب: الحريف في الكتابة والقلم أو الوقوف أمام الكاميرا والميكروفون صعب يتحول بين يوم وليلة لرجل دولة. في تعليق على البث المباشر لوريس دعبول كتب: رأيه رأي رجال قد خلى الزمان منهم، أليس جزء من الشعب وباقي المواطنين. يبدو بأنه لوريس يدعم تصريحات جورج قرداحي. مثل ما ذكرت هناك احتفاء أيضا في سوريا، في لبنان، أيضا في اليمن بما صرح فيه جورج قرداحي. البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يدافع عنه في هاشتاج تحية لجورج قرداحي، جورج قرداحي يمثلني، مثل مو بنفس الزخم اللي انتقد جورج قرداحي، لكن هناك من يوجه له التحية وأيضا يشيد بمواقفه وتصريحاته الداعمة. البعض يرى بأنه يستحق التحية لدعمه لا بشار الأسد وقوات النظام. البعض الصفحات بفيسبوك
انتقدت، وأيضا هناك صفحات يجب الإشارة إليها ذكرت بأنه هذا الرجل مقاوم، هذا الرجل مناضل، لا زال يدفع الثمن لوقوفه إلى جانب بشار الأسد وقوات النظام. على فيسبوك لمن يتابعنا نسأل: السياسة علم وخبرة وليست مناسبة للمشاهير، أتفق ولا ضد؟ صوتوا لمن يشاهدنا إذا سمحتم على فيسبوك لنرى مع أي تتفقون أو لا تتفقون مع هذه المقولة بأنه سياسة علم، السياسة تحتاج لحنكة لا خبرة، ليست ميدان يدخل أي شخص بمجرد بأنه مشهور أو عنده متابعين أو عنده قاعدة جماهيرية، لا، السياسة تحتاج لعلوم يجب أن يدركها من يدخل في ميدانها. روني عبد الرحمن علو كتب: جورج قرداحي كان إعلامي كبير، بس من بعد هل تصريح الإعلامي راح هبي عليه؟ يعني يبدو بأنه راحت عليه. أذكر بأنه باب المشاركة مفتوح لمن يود الاتصال عبر الواتساب ورسائل 0-90-35-0-52-38، اتصال أرضي من تركيا 0-850-4-47-65، عبر السكايب rosana.gzt، اتصلوا وعبروا عن رأيكم، هل تتفقون؟ ما رأيكم أيضا بتصريحات الإعلامي جورج قرداحي؟ وأيضا هل أنتم مع دخول المشاهير والشخصيات العامة إلى عالم السياسة؟ الآن ريثما نستقبل أول اتصال في حال وروده، لا تترددوا كل من يستمع لنا أو يشاهدنا بالاتصال. نذهب لنستمع لآراء عدد من السوريين موجودين في مدينة الرقة، سألهم مراسلنا عبدالله الخلف إذا كانوا مع دخول المشاهير لعالم السياسة، هل يرون بأنه لهم فرص نجاح أم لا؟ والبعض علق أيضا على تصريحات جورج قرداحي على وجه الخصوص، الوزير الإعلامي و وزير الإعلام في لبنان والإعلامي اللبناني الشهير. نستمع ومن بعدها نستكمل النقاش، ننتقل للاستطلاع من الرقة. مرحبا متابعي روزانا بكل مكان. تفاعل وضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصريحات السياسية المثيرة للجدل اللي أطلقها الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي. يا ترى شنو هي فرص نجاح المشاهير في عالم السياسة؟ راح نسأل هذا السؤال لشريحة عشوائية بالشارع، خليكم معنا. غالبية الشخصيات العامة هي شخصيات مصطنعة من الأنظمة اللي موجودة. عندك مثال اللي هو جورج قرداحي في لبنان اللي صنعه الخليج بالأساس، عادل إمام بمصر، دير لحام بسوريا، دائما كانوا مثلوا دور من باب التنفيس للشعوب، وقت الحاجة أظهروا حقيقتهم اللي هو دفاعهم من الأنظمة الدكتاتورية اللي موجودة بالعالم العربي. ففرص نجاحهم معدومة. أنت اليوم كرجل سياسي أنت تمثل توجه دولة، رأيك الشخصي تحكيه برا في مكان عام، أما أنت اليوم رجل سياسي تمثل دولة فأنت تعطي رأي دولة، رأي خاص بالدولة بدك تحكي. يعني تمثل كلبنان أنت جورج، أنت اليوم تعني 6 مليون نسمة، كلمتك يعني أنت مثل 6 مليون نسمة بالأساس. بين الباب هذا واحد ينتبه. نجاح ان يكون صادق ويحكي كلمه حق، يعني اللي بترضي رب العالمين ترضي الناس، هاي النجاح. يعني ما كان هذا السبب اساسي للنجاح، اذا حكى كلمه حق ترضي رب العالمين من الناس لا ما عليه يضل فيها، اما اذا ما ترضي حدا او هيك يطالع حكي من عنده لا يبعد عنه. بالنسبة لغير عميات يعني غير مهنته يدخل بالسياسة ما ينجح فيها، بده يلجأ لمهنته الأساسية. السياسة يعني مو كل واحد يدخل بيها، كمنصب وزير وأحكي يعني مسؤول، يعني أحكي أن الشعب كافة، يعني وزير وأحكي ما يصير بكلام أنسأل عنه، بكلام ما أنسأل عنه، الأفضل ما يدخل لأنه ما يفهم بالسياسة ما يدخل. اليوم أنا ما أفهم بالسياسة أحكي الحشيات ما أدخل، يعني ما أفهم بالسياسة أحكي على قدي.
صديقنا هنا كل رايك انت بالموضوع هذا؟ مثل ما قال لك يعني مين شغلته، هي شغلته غير شغله، يعني يوم يدخل بالسياسه مين شغلته ما يفهم بيها، ما ضروري يعني هالشيء هذا بده يسبب مشاكل يعني، وبده يفوت بشغلات ما له بيها. والله يعني اليوم حسب ما الواحد حسب ما يغير من مواقفه السياسيه لما بيكون اعلامي او شخصيات اللي قلت انت عامه، ولما بصير بالسياسه وحسب ما ينجح بعمله في بلده. يعني اليوم مثلا جورج قداحي صار وزير اعلام يمكن ما يعني حسب ما يخدم بلده، ويكون اشي بيتطرق لمواضيع تانية بالبلاد التانية. والله ان شاء الله هو ناجح وان شاء الله بضل ناجح. يعني طبعا اكيد انا سمعت بكلام جورج قداحي، ما راح اوصفه بالاستاذ جورج قداحي. الاستاذ جورج قداحي كان هو شخصية فعلا ذات ثقل اجتماعي كبير جدا في الشارع العربي على العموم. يعني هو مجرد ما قبل انه يكون وزير اعلام هو بحكومة لبنان، الحكومة اللي هي حكومة تعتبر حكومة طائفية، هو بهذه المرحلة خسر 90% من جمهوره العربي، وبتدخله بالموضوع السوري بطريقة استهتر فيها بدماء الشعب السوري هو خسر 10% المتبقية من رصيده. أنا ضد دخول الشخصيات المشهورة بعالم السياسة، لأنه بصراحة السياسة بالنسبة للعالم العربي هي سياسة المنافع، وبهذه الطريقة يكون هو خسر جمهوره وخسر شعبيته. أهلا بكم مجددا. إذا استمعنا لآراء عدد من السوريين، أجرى معهم لقاءات مراسلنا في الرقة عبد الله الخلف، يبدو بأنه النسبة الأوسع لا تؤيد دخول الشخصيات العامة والمشاهير إلى السياسة. البعض أيضا انتقد على وجه الخصوص تصريحات الوزير اللبناني، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. هناك تعليقات على البث المباشر، وأي حدا يتابعنا على البث المباشر نتوسع معكم بآرائكم، لا تترددوا بالاتصال على الواتساب والرسائل 0-90-350-52-38، اتصال أرضي من تركيا 0-850-4-47-65، سكايب rosana.gzt. في تعليق من راما مهند، أوجه لها تحية. وراما إذا عندك إمكانية يسعدنا أيضا أنه نسمع صوتك. كتبت: يبدو تم وضعه بالسياسة لزيادة التطبيل لبعض الجهات، أو أنه مع موقف خالف تعرف. أنا كنت شوفه إعلامي مهم جدا، لكن اكتشفت أنه لا يكفي أن يكون الإعلامي ناجح بالتقديم فقط، لازم يكون يتمتع بالمصداقية ليرى الحق من الباطل. علياء الحسن كتبت: إذا مشاهير دخلوا إلى السياسة بتصير مسخرة. أيضا راح أتابع إذا في تعليقات أخرى. مجد الحلبي كتب: للأمانة أنا حضرت الحلقة كاملة، جورج ضاع بين أعضاء البرلمان وأظهر ميوله السياسية بوضوح، وتأييده للديكتاتوريات وبوضوح تبين أنه شخص مفلس من المعلومات، وبرامجه هي عاطيته حجم. روني كتب: هو إعلام كبير، إعلامي كبير، بس ما في الحرية للرأي. وأضاف والتعليقات على البث المباشر: لماذا لا نقبل أي فكر أو رأي ضد رأينا ونسميه عدو مباشر؟ روني كتب: جورج قرداحي كان إعلامي كبير، بس من بعد هالتصريح راح عليه هيبة جديد. وراما أضافت بأنه هو صرح أنه تم تصوير الحلقة قبل ما يتولى منصبه. علياء الحسن تضيف بأنه خرب. لوريس يضيف: انتبهوا على آرائكم، قد تظلمون شخص لم يرتكب ذنب إلا أنه أعطى رأي شخصي، وهناك كثيرين يخربون البلد ولا أحد يشير إلهم. راما مهند كتبت: برأيي هي شغلته، هو إعلامي، من الطبيعي يكون وزير إعلام ويصرح، رغم أني بختلف معه بالرأي، لكن هو شخص مثقف قادر على أنه يحكي بالسياسة.
إذن البعض يرى بأنه من حقهم وطبيعي يعني بحكومات التكنوقراط اللي تطالب بها عدد من الشعوب طبيعي يكون الإعلامي أو الصحفي وزير للإعلام، طبيعي بأنه يكون مخرج ربما وزير للثقافة أو كاتب أو حتى رياضي يكون وزير للرياضة في حال كان في وزير وزارة رياضة أو هيئة عامة للرياضة، طبيعي بأنه يكونون بمناصب ربما تشبه الاختصاص الذي يعملون به وربما هم أدرى من غيرهم. البعض يرى لا بأنه الكفاءات الأكاديمية ربما هي الأجدر، الأكاديمية يعني المدرسين في الجامعات الحاصلين على شهادات بإدارة هذه المؤسسات الإعلامية بصناعة الدراما، صناعة الأفلام، بإدارة الهيئات الرياضية أو الهيئات الثقافية، هم الأجدر بأنه يكونوا وزراء. الآراء تتفاوت، لازلنا بانتظار الاتصالات. رح أعرض أيضا، حطينا على فيسبوك على البث المباشر تعليقكم حول التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ويخبرني أش بأنه في اتصال من أحمد نور. أحمد أهلا وسهلا فيك على هوا راديو روزنا وببرنامج صدى الشارع، رأيك في موضوع النقاش؟ يا مرحبا. يسعد أوقاتكم، يعطيكم العافية. أهلا. بالنسبة للمشاهير يعني هلأ الموضوع مو موضوع بس موضوع سياسي، يعني هلأ الإنسان بشكل عام شو ما كان يكون، إن كان رجل أعمال ولا إن كان مشهور ولا إن كان شو ما كان، لا ضميره ويحكي يعني إنسانيا، عرفت كيف؟ إنسانيا يعني هذا المجرم القاتل السفاح انشهر، انشهر عالميا وكل شيء صار عن مكشوف. يعني الإنسان قد ما كان يحكي ضميره. أنت يعني هلا هذا جورج حكي جورج قرداحي، أنت عمرك صار هالعمر، شو ضل من حياتك لحتى قاعد عم تمسح جوخ للديكتاتوريات؟ شو ضل من حياتك؟ خايف على حياتك؟ احكي الحق لو على قطع راسك. يعني انت هلا خسرت نسبه كبيره من جمهورك. وبعدين انا ما يعني انا حاليا مستغرب من الناس اللي انصدموا وصار عندي رده فعل من الاعلامي جورج قرداحي. هو اساسا بيمسح جوخ من زمان، يعني هو اساسا ما عبر عن رايه عن كل شيء صار بالوطن العربي وبالربيع العربي يعني بشكل عام، ما عبر. هو له جمهور كثير، عرفت كيف؟ يعني ليش الناس يعني انصدمت؟ انا ما بعرف، يعني انا ما استغربت اصلا لما شفت تصريحه. يعني شلون احمد، البعض يعني حسب ما رصدنا البعض يرى بانه لا بأس بأنه يكون عند الشخصيات العامة مواقف سياسية، مواقف قد تختلف معها نسبة من الشعوب، قد تؤيدها نسبة أخرى، لكن البعض ضد أنه يكون له صفة اعتبارية رسمية سياسية. هذا الميدان مو ميدانك، ميدانك البرامج الثقافية، البرامج الترفيهية. أكيد مزبوط حكيك، يعني مزبوط حكي الناس اللي عم تحكي كله، بس قصدي أنه الإنسان دائما يحكي ضميره. هلأ على فكرة في كتير مشهورين، في كتير مشاهير من السوريين ومن من من كافة الأوطان العربية، ما يعني الشيء اللي صار بالذات عنا بسوريا، يعني أغلب الناس ضلوا صامتين، ومنهم ياسر العظمي إذا لاحظت ما طلع وما حكى. يعني أنا بعتبره هذا نفاق وتستر على الدكتاتوريات مع الأسف. يعني في كتير مشاهير ما بعرف من شو خايفين، يعني رح يتحاسبوا، رح ينسألوا أمام رب العالمين، يعني ما رح يتحاسبوا بالنهاية. يعني لهم جمهور، هدول ناس شخصيات عظيم، كيف بيسكتوا على الظلم؟ أشكرك، وضحت فكرتك. شكرا على اتصالك أحمد نور، أتمنى لك يوم سعيد. مجد الحلبي كتب أيضا على التعليق على البث المباشر: السياسة هي فن المكر والدهاء وليست فن الحكي والغباء على حد وصفه، بدها
خاص مخضرمين. باب الاتصالات والمشاركة لا زال مفتوح بالدقائق الأخيرة، واتساب ورسائل، وأيضا اتصال أرضي من تركيا أو عبر السكايب الواتساب 09-95-052-38، اتصال أرضي من تركيا 0-850-4-47-65. راح استعرض أيضا بعض المنشورات على فيسبوك اللي تحدثت على الموضوع، موضوع خروج جورج قرداحي، لكن بعد هذا الفاصل. إذن راح استعرض بعض المنشورات بشكل سريع على الفيسبوك. الصحفي السوري أحمد بريمو كتب: اللافت بقصة جورج قرداحي أن سقوطه كان على يد مجموعة شبان صغار بالسن كسروا الخطوط الحمراء التي كانت مرسومة لهم في أوطانهم فجردوه من حنكة وثقافة لطالما ادعاها. تفوق أطفال الأمس الذين شبوا على ربيع ارتوى بدماء آبائهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم على من يكبرهم بالعمر والتجربة، وحشروه في مأزق سيدفع ثمنه غالي. تخيلوا لو لم يعش هؤلاء الشبان الصغار في عصر الربيع العربي وسنحت لهم الفرصة للقاء إعلامي بحجم جورج قرداحي، لو لم يكن ذلك رأيناهم يتهافتون لالتقاط صور تذكارية معه وطلب توقيعه على أوراقهم وقمصانهم. مصطفى أو مفيد ديب على فيسبوك أشاد بجورج قرداحي، كتب: تحية من القلب، لقد أثبت السيد جورج قرداحي مع كل الاحترام والتقدير حضورا مميزا في مجال الثقافة والأدب، وكان فارسا لا يشق له غبار، ولم يستطع أحد أن ينزله عن صهوة جواده، حلق وسطع كشمس على سطح بحر هادئ حتى صار مضرب المثل بسمو الثقافة وعلومها المختلفة في برنامج من سيربح المليون، ثم انتقل إلى درجة أعلى وأسمى في مجال علم الاجتماع، وكان ناجحا بامتياز في جميع القضايا ورأب الصدع بين المتخاصمين وهم أحباب ليجبر الخواطر في موقع إنساني المسامح كريم. أما في مواقع الرجولة والكلام دوما لمفيد ديب على فيسبوك والرؤية الصحيحة والثبات أمام التحديات والإغراءات والتهديدات، فقد كان كصخرة صلدة ثابتة صامدة مثل صخرة الروشة التي لا تهاب الأمواج. ويختم مفيد ديب إعجابه واحتفاؤه بجورج قرداحي في مواقف الشرف: كان جورج كقبة الصخرة، قبلة لكل المناضلين والشرفاء في العالم. في مقالة على موقع جرد للأستاذ جهاد بزي كتب كلام كثير، أدعوكم لقراءة المقالة: جورج قرداحي لم يكن يعلم ماذا ينتظره في برلمان الشعب، لو كان يعلم لما شارك، على الأرجح أنه ظن البرنامج القائم على ناشطات ونشطاء من دول عربية مختلفة بصفة برلمانيين شباب هو برنامج ترفيهي آخر يتعرض الإعلام الشهير خلاله لتلميحات سمجة اعتادها حول من سيربح المليون، ثم يتلقى موجات مديح يبتسم لها بعذوبة وتواضع، وحين يسأل يجيب بترهاته المعهودة مغلفا إياها بصوته الإذاعي وتهذيبه الفائق، وينتظر أن يسعف الشكل الجميل المضمون الخاوي، لكن لا شيء أسعفه في الاستجواب الذي سرعان ما تحول مع أول سؤال طرحته المغربية وصال إلى ما يشبه المحاكمة القاسية والمقالة طويلة. الآن راح أذكر بنتيجة الاستطلاع اللي طرحناه على خدمة الستوري في فيسبوك. سألنا في فيسبوك: جورج قرداحي مثالا، هل للشخصيات العامة فرصة نجاح عند دخولها في السياسة؟ ريثما تبعث لي الزميلة كاتيا النتيجة.
أشكركم وألقاكم يوم الثلاثاء القادم بموضوع نقاش جديد ببرنامج صدى الشارع بعد نصف ساعة من الآن تقريبا مع الزميلة ليلى ببرنامج ميكروفون، وكاتيا أنا بانتظار النتيجة على الخاص لو سمحتي. نحاول دائما بأن نستقبل آراءكم واتصالاتكم على فيسبوك، راح شوف النتيجة اللي يبدو بأنه حوالي 60% أجابوا لا والبقية أجابوا نعم، أجابوا 26% نعم لهم فرص بالنجاح و 74% أجابوا لا. تقبلوا تحياتي، أنا محمد الحاج وفريق العمل، ألقاكم يوم الثلاثاء القادم، دمتم بخير.